اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا يا رب شر ما أهمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك فقها في الدين، وزيادة في العلم، وصحة وعافية في البدن، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم خلص قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسحورا إلا وفككت سحره ونجيته،
ولا سنة إلا أحييتها ولا بدعة إلا أمتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.